لماذا عاش هذا الرجل 27 عاما منقطعا عن العالم في غابة؟ الكثيرون لا يحبون الوحدة التي تعد لغيرهم مصدرا للنشوة والسعادة. وفي هذا الإطار علم شامبام قوريل الصحفي في BBC بحكاية الأمريكي الذي أدار ظهره للحياة المعاصرة منذ كان في العقد الثاني من عمره ليعيش في غابات ولاية مين، وقصة النسكة التي تعيش في براير اسكتلندا. وفي عام 1986 كان كريستوفر نايت، هذا الرجل يدعى كريستوفر نايت، في 20 من عمره عندما قاد سيارته إلى غابات ولاية مين، حيث هجر السيارة وأخذ معه معدات أساسية للتخييم. هكذا دخل الغابة منذ 27 عام، وببساطة لم يخرج منها نهائيا. بالنسبة لنايت كانت الغابة هي المكان الذي يريد أن يكون بيته ويقضي فيه حياته، فنصب خيمته قرب أحد البحيرات واستقر هنالك. وكان نايت يحصل على احتياجاته بالسرقة من الكبائن الموجودة في الغابات ومركز اجتماعي هنالك، وكان يسرق من ما يحتاجه فقط من الغذاء ووقود وطبخ والملابس والأحذية وبطاريات للمصابيح والكثير من الكتب، وحاول تقليل حجم الخسائر الذي يتسبب بها قدر المستطاع، لكن عدد السرقات في المنطقة الذي تجاوز الآلاف عبر السنين أثر قلقا. وأخيرا نجحت الشرطة في نصب فخ له واعتقاله متلبسا. وقد زاره الكاتب مايك فينكل في سجنه لدى تأليفه كتاب غريب في الغابة، القصة غير العادية للناسك الأخير، وسأله لماذا أدار ظهره للعالم وذهب ليعيش وحده تماما. فأجاب قائلا إنه لم يكن يشعر بالراحة وسط الناس. يقول فينكل: سألته هل ارتكبت جريمة؟ هل هنالك ما يضايقك وسط الناس؟ فأكد أنه ليس هنالك أي شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الرغبة في الوحدة مثل قوة الجاذبية، فكل جسده يقول أنه يشعر بالراحة وحده. لقد كانت تلك الرغبة قوية جدا، لدرجة أنه فضل قضاء نحو 3 عقود دون أن يتحدث إلى أي شخص، ولكنه صحح المعلومة قائلا: لقد قلت هاي لأحد المارين بالغابة يوما ما، ورغم شتاء ولاية مين الأمريكية القارس حيث تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، إلى أنه لم يشعر نارا أبدا، طلب الدفء حتى لا يلفت الانتباه. ويقول فينكل: لو ذهبت في ليلة شتوية إلى الغابة، إلى غابة مين للتخييم ولم توقد نارا فستثير الإعجاب، فلو فعلت ذلك لأسبوع فسوف تثير الذهول، أما لو فعلت ذلك لشهر فسيكون الأمر غير قابل للتصديق. ولكن هذا الرجل فعلا فعلها لمدة 27 عاما. وقال نايت لفينكل إنه كان ينام مبكرا في حوالي 7 مساء ويستيقظ في 3 فجرا وهو أبرد وقت ليمارس الرياضة حتى الصباح ليظل دافئا. وسأله فينكل كيف كان يقضي وقته، فأجاب قائلا أنه كان يقرأ قليل ويحل الكلمات المتقاطعة، ولكن أغلب الوقت كان يمارس ما يمكن وصفه باللا شيء. فإذا كانت فكرة الجلوس لنصف ساعة على مكتب دون عمل شيء مزعج، فتخيل أن هذا الوضع في الغابة لأيام وأسابيع وشهور وسنين. ويقول فينكل: عندما سألت نايت أن يشرح لي هذا اللا شيء أبلغني بأمور مثيرة. أوله أنه لم يشعر قط بالملل طول هذا الوقت، وأنه لم يكن وحيدا أبدا، فقد كان يشعر أنه مرتبط بكل شيء حوله، فلم يكن يعرف أين ينتهي جسده وأين تبدأ الغابة. لقد كان يشعر بوحده مع الطبيعة والعالم. قضى كريستوفر نايت 7 أشهر في السجن بتهمة السرقة، مفضلا خلالها عدم التحدث لأي صحفي إلا مايك فينكل. لكن
كان لدي الكثير من الأسئلة، لذلك بحث في جوجل عن نساء آخرين ووجدت واحدة منهم وهي مستعدة للكلام. حكاية ناسكا، إنها سارة ميتلاند التي تعيش في البراري في اسكتلندا. وتقول ميتلاند أن الكثيرين يرون أن الناسك أنانية، وتوضح قائلة: إذا أردت الانطلاق في قارب في رحلة حول العالم لمدة عامين، سيقول الجميع كم هذا الأمر مثير، ولكن لو أردت الجلوس في منزلك لتتحدث مع أحد لمدة عامين، سيتساءلون هل تعاني خللا عقليا أو لماذا أنت أناني إلى هذه الدرجة. وتضيف قائلة بسخرية: إن الوحدة أمر سيء ومحزن ومجنون وغير إخلاقي، لأنها أنانية وهي محزنة لأنها تجعلك بائسا، ومجنونا لأنها تجعلك غريب الأطوار. إذن ما الذي يجعلها تقبل كل ذلك؟ أجابت بكلمة واحدة: النشوة. وأضافت في صمت: أجد النشوة أنه شعور رائع ومبهج، ورغم أنها تعتقد أن هذه النشوة غير قاصرة على المتدينين فقط، إلا أنها ترى فيها صلتها بالله. ومضت تقول في هذا الصمت وهذه النشوة: أردد صلاة صوفيا وأشعر أنني حرفيا في الجنة، أستغفر الله، حيث أشعر بوجود الرب وعلاقتي المباشرة به. كم هي تجربة رائعة، لقد كانت تتخيل كثيرا. وتابعت قائلة: أنك بحاجة للابتعاد لفترة لتبدأ في الإحساس بهذا الشعور، ولكن قد يرتبط بالوحدة بهذه الهلوسات السمعية. فقد سمعت ميتلاند صوت كورس يغني باللاتينية قادما من غرفة صغيرة في منزلها، وتقول إنها استمتعت بذلك وبتلك التأثيرات الصوتية لأنها اختارت هذا الوضع. ولكن لو فرض هذا الأمر على أحد مثل حالات السجن الانفرادي، فربما يسمع من فرض عليه الأمر أصواتا تطلب منه إيذاء نفسه، وتصبح الأصوات مكثفة ومؤلمة له. وتقول ميتلاند أنه في الحياة العادية يمر الجميع بتجارب الصمت، مثلا بعد فقدان أحبة أو نهاية علاقة، فمن الأفضل أن يتعلم الناس في طفولتهم مزايا الصمت. وتوضح قائلة: لا يجب أن تكون العزلة عقابا للأطفال، بل على العكس مكافأة، مثل تقول لطفل: لقد كنت جيدا جدا اليوم، فلماذا لا تذهب لغرفتك لنصف ساعة؟ هذه مجنونة جدا. وبالنسبة لكريستوفر نايت الناسك من ولاية مين، فإن الوحدة والصمت هما المكافأة التي حلم بها. فقد أراد أن يعيش حياته في مكان صغير في الغابة، وأن يموت هنالك بين الأشجار تاركا ورائه ألا شيء. ويقول فينكل: في هذا العصر حيث الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، هنالك شخص لا يريد شيئا حرفيا، وليس لديه كاميرا ولا يحتفظ بصحيفة، يريد أن يعيش مجهولا، وكان على وشك النجاح.